احنا عارفين انه في اكتر من نوع من انواع المصادقه، تمام؟ اول نوع واشهر نوع، انت مين؟ انا فلان. ازاي تثبت ان انت فلان؟ والله ادي اليوزر نيم والباسورد بتاعي، خلاص، تمام. ده ابسط نوع واقدم نوع واشهر نوع، تمام. بعد كده عندي التو فاكتور اوثنتيكيشن او السكند فاكتور اوثنتيكيشن، في بعض المصادر بيسموه انه انا لا اكتفي بالباسورد بتاعتك، فبطلب من حضرتك ان انت تثبت هويتك باستخدام الطريقة التانية. يعني باخد منك الباسورد وبعد كده ما بكتفيش بيه، فبقول لك والله يعني معلش حل لي اللغز ده، او كام شجرة في الصورة، ولا 5 + 6 مش عارف ايه الكابتشا يا شباب، تمام. بعد كده بندخل على المستوى الاكثر امانا اللي هو المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، المصادقة متعددة العوامل. طيب المصادقة متعددة العوامل من وجهة نظر مايكروسوفت دي خدمة حضرتك بتاخدها انكلود الاجر اكتف دايركتوري او انكلود الاوفيس 365 فور فري، ما بتدفعش عليها اي شيء، خلاص. دي اول معلومة حضرتك لازم تفهمها. حلوة. مايكروسوفت بتقول لي ايه؟ بتقول لي انه الهوية هي شيء، مش مايكروسوفت اللي بتقول على فكرة، يعني يعني لازم نكون عارفين، واحنا عارفين اكيد يعني انه هويتك ديت احدى 3 اشكال، او اقدر انا اتحقق من حضرتك باي شكل من الاشكال الـ3 دول، مفيش غيرهم يا شباب، هما 3. اما حاجة انت عارفها، something you know، تمام، ايه هي؟ المكتوب تقول لي باسورد، صح. يا اما حاجة انت عارفها اللي هي الباسورد، انت مين؟ انا فلان. ازاي؟ والله الباسورد بتاعتي اهي، خلاص اكتفينا. او حاجه انت تملكها، تمام، زي الاي دي مثلا اللي هو الكارت او المفتاح الدخول او البطاقه البنكيه او البطاقه مشفره او ابلكيشن. هنا مايكروسوفت بتقول لك تراست ديفايس، موبايل كده معاك او تابلت محمل عليه المايكروسوفت اوثنتيكيتور اللي هو اصلا احنا داخلين عشان نشتغل عليه، تمام، او داخلين علشان نتعرف عليه كطريقه من طريقه المصادقه، او عامل من عوامل المصادقه متعدده العوامل، هو المالتي فاكتور اوثنتيكيشن. جميل. وبعد كده او اخر شكل من اشكال المصادقه هي حاجه بتعبر عنك زي بايومتريك، بصمه ايد، بصمه عين، حمض النووي، واتيفر يعني. خلاص كده، تمام. المعلومات دي اعتقد ان احنا عارفينها كويس جدا، ولكن بنفكر نفسنا بيها، وفي نفس الوقت احنا علشان قلنا ان الكورس بتاعنا هيكون للسكيورتي انجينير، واللي حابب كمان يتخصص، يعني اللي جاي من المجال هو شغل سكيورتي، واللي حابب يدخل المجال او يحول من مجال الادمنستريشن او الادمنستريتور للسكيورتي انجينير، تمام. لو رحنا كده بقى للشريحة التانية، مايكروسوفت هتبدأ تكلمني عن مميزات الـ MFA الخاصة بمايكروسوفت. يعني أنا عارف إن المالتي فاكتور أوثنتيكيشن مش مايكروسوفت بس اللي بتقدمها، ده جوجل وفيسبوك وسين وصاد من الناس، خلاص يعني أصبح لزاما على الجميع إن هو يقدمها لأن هي الأعلى أمانا. طيب أنت يا مايكروسوفت بقى علشان توضحي لي الفيتشرز، مميزات المالتي فاكتور اوثنتيكيشن عندك انت، هتقولي لي ايه؟ هتقول لي اول ميزه حضرتك هتاخدها مني ان انت هتحصل على اعلى مستوى امان او كتير من الامان باقل تعقيد. يعني ايه الكلام؟ يعني انا شخصيا مثلا احيانا كتير كنت بزهق وبمل من بعض المواقع اللي بتطلع لي الكابتشا ديت واقعد اكتب فيها فتقول لي غلط، طب اكتب كابتل غلط، طب اكتب كابتل وصول غلط، اضطر اغير الشكل. اعتقد كتير مننا وقع في نفس المشكله دي، خلاص، اللي هو تجيبها يمين مش قابل تجيبها، يعني هو بيحاول يتحقق منك ولكن معقدها قوي لدرجه ان انت ممكن تمل من العمليه دي فتسيبها، يعني ما تكملش. مايكروسوفت بتقول لك لا، انا علشان كده هديك
هديك الفيتشر اللي هو الام اف اي، او من ضمن الفيتشرات اللي هتاخدها، او من ضمن المميزات اللي هتحصل عليها من خلال الام اف اي عندي، انه مزيد من الامان باقل تعقيد. طيب يعني مش هعقدها لك، انا هوفر لك عمليات تسجيل دخول كده بسيطة. تمام؟ ادي اول ميزة. هنشوف دي يعني تفصيليا، هنشوف ايه هي يعني خيارات التحقق السهلة اللي مايكروسوفت بتقول عليها يعني في الشريحة اللي بعد دي على طول. طيب تاني فيتشر او تاني ميزة، تخفيف المخاطر، تخفيف المخاطر او التهديدات من خلال الريال تايم مونيتورنج، المراقبة المستمرة او المراقبة في الوقت الفعلي. مايكروسوفت بتقصد ايه يا شباب من الفيتشر ديت، او بتقصد توصل لك ايه؟ بتقصد توصل لك انه كل عمليات اللوجو تمام هي بتتسجل عليك وقتيا. يعني مثلا هنتخيل ان عندنا يوزر انا مطبق عليه الام اف اي، تمام؟ اليوزر ده دخل على البورتال او دخل على الابلكيشن الفلاني، او دخل راح جاب السيرفيس الفلانيه، كل خطوه هندخل مع بعض على البورتال هنشوفها بتتسجل لحظيا في وقتها. يعني بيطلع لك لوجز كده اهو، هيستوري بيمشي ورا اليوزر بيتتبعه، كل بيسجل عليه كل العمليات. وده طبعا شيء مش جديد علينا، احنا كنا بنقدر نعملها في الاون بريم. لكن هنا هي بتقصد بيها انه حتى عمليات الدخول اللي قد تكون تمثل تهديد او خطر، يعني مثلا حد يتقمص دور اليوزر ده في انه يجرب الباسورد بتاعته، خلاص، ف هيجيله لو انا مفعل الام اف اي هيجيله اشعار تاني على تليفون اليوزر الحقيقي بقى، فبالتالي المتقمص ده او الهاكر خلينا نقول او المهاجم ممنوعوش الوسيله التانيه، برضو ده هيظهر معاك على البورتال ان في محاوله دخول فاشله. خلاص تمام. تالت حاجه هنا انه هي دي بقى اللي قد تكون ميزه فعلا، هي دي اللي قد تكون ميزه. يعني انا مثلا مش مقتنع بعمليه المونيتور دي، انا ممكن احصل عليها من الامرين، او فعليا انا باخدها من اللوجات عادي جدا. طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الام اف اي فيتشر بتاعي انا كمايكروسوفت كاجر بيمكنك ان انت تنشر ديبلوي الاون بريم او الاون اجر. يعني ايه الكلام ده؟ هتخيل ان انا شغال هايبر كلاود، يعني جزء من شغلي مقسوم على الكلاسيك داتا سنتر بتاعتي او الاون بريم بتاعتي، وجزء منها رايح اجر، فبالتالي في لينك بين الاون بريم عندي وبين اجر باستخدام ايه؟ باستخدام ال VPN. تمام. انا عندي في الاون بريم عندي مثلا اي اي اس ويب ابلكيشن، ومربوط الداتابيس بتاعته مثلا على اجر، خلاص، او ملفاته على اجر بيروح يبص عليه، ايا كان بقى السيناريو او ايا كان الديزاين، المهم ان في شغل بين الاثنين، في لينك كده بين الاثنين. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن في سيرفر اسمه ام اف اي سيرفر او اجر ام اف اي سيرفر بنزله عندي في الاون بريم، بيطبق بقى المالتي فاكتور اوثنتيكيشن اللي هو اليوزر رايح طالع من الاون بريم رايح على اجر، لا والله دخل لي اليوزر نيم الباسورد، ودخل لي كمان الاس ام اس، او هتصل بيك تحط، او هبعت لك كود من خلال مكالمه تدخله لي، ما خلاص تمام. طب اليوزر جاي لك على الاون بريم العكس بقى برضه نفس القصه، اوكي، يعني سواء رايح سواء جاي نفس القصه. ونخلي بالنا برضو من يعني من ضمن قوه الميزه ديت، ان انت في الاون بريم بتتعامل مع بروتوكولز ما بتفهمش، الام اف اي، ال دات مثلا، الريديوس، تمام، لانه يا شباب الام اف اي قائم اصلا على بروتوكول اللي هو الاوث، اوكي، او المودرن بروتوكول او المودرن اوثنتيكيشن بروتوكول، خلاص. فبالتالي علشان انت تضيف طبقه حمايه اضافيه عندك على الاون بريم باستخدام السيرفر اللي احنا قلناه الام اف اي سيرفر تقريبا اسمه كده، وبتبدا تفعل بقى ويشغلها لك عندك في الاون بريم،
دي ميزه فعلا، هي دي الميزه. اوكي طيب، رابع حاجه او رابع فيتشر هنتكلم عليها او مايكروسوفت بتحاول تلفت نظري ليها، انه الاد بروتكشن فور اجر ادمنستريتور اكونت، على اعتبار ان انا هيبقى عندي ادمنستريتور اكونتس علشان يديروا البورتال ويديروا السكيورتي، ومن ضمن الادمنستريتور رول في حاجه اسمها سكيورتي ادمنستريتور اللي هو شغل حضرتك. طيب مايكروسوفت بتقول لك ايه؟ بتقول لك انا كمان لو انت حابب يعني ان انت تضيف حمايه للحسابات اللي واخده رول ادمنستريتور، يعني هفترض او هنفترض مع بعض ان يوزر 1 ده الرول بتاعه ادمنستريتور، سكيورتي بقى ابلكيشن ادمنستريتور اكونت ادمنستريتور اي حاجه فيها ريتور، خلاص جميل. انا ممكن اخلي الرول كل ما هو يندرج تحت ادمنستريتور اطبق عليه الام اف اي، بحيث ان هو مش بس لما يدخل يطالبه بالمصادقه المتعدده، لا ده لما يحاول يكريت ريسورس جديد، لما يحاول يكريت ريسورس جديد زي في ام مثلا، زي ستورج اكاونت، لازم حضرتك تاكد هويتك طالما انت ادمنستريتور. فايدتها ايه؟ فايدتها انه الادمنستريتور ده معاه صلاحيات، فممكن لو حد قدر يوصل لحسابه وقدر ان هو يتقمص شخصيته او يحصل على بيانات الدخول، هيدخل بقى يعكلك الدنيا، ما هو بصلاحياته دي ممكن يحذف لك، يضيف، يعدل، صح؟ لانه راجل ادمن. فبالتالي انا كمايكروسوفت انا بديك مزيد من طبقات الامان فيما يتعلق بالحسابات اللي ليها تصريح وصول مميز. خلاص كده يبقى احنا عرفنا الاجر ام اف اي ايه، هي تتكلم عن ايه ومميزاتها ايه. تمام، خلينا بقى نروح نشوف كمان اجر بيستخدم الام اف اي بطرق استخدامها او طرق تطبيقها. هو هنا مش قال لي هديها لك بمستوى امان اعلى او بمزيد من الامان باقل تعقيدا، مش هو ده بيتكلم get more security with less complexity؟ هو قال لي كده. طيب اثبت لي بقى يا اجر ان انت فعلا هتديها لي طريقه سهله، مش هتطلع عيني زي الناس الثانيه مثلا. فقال لي اوكي تعالى اعرفك على الام اف اي ميثود، طرق تفعيل المصادقه المتعدده. قال لي اول حاجه ممكن افعلها لك بالكول تو فون، مكالمه هتيجي لحضرتك او للتليفون اللي حضرتك حاطه لليوزر المطبق عليه الام اف اي، فيها كود، مجرد انه هيجي له مكالمه تليفون مايكروسوفت هتتصل بيه وتقول له الكود بتاع الدخول بتاعك اهو اتفضل، فهيدخلك. دي اول طريقه. صعبه؟ لا مش صعبه، لحد دلوقتي مفيش تعقيد. طيب قالت لي تاني طريقه، لو حضرته مش عاوز يتلقى اتصال انا ممكن ارسل له اس ام اس مسج فيها الكود صلى الله عليه وسلم. الطريقه الشائعه يا شباب، دي الطريقه الاكثر انتشار، كلنا فاهمينها وعارفينها، واعتقد 99.9 من 10 مننا اشتغلها وعارفها. لما بيدخل جوجل، فيسبوك، ولا لما بيدخل تويتر، و بيجيله اس ام اس فيها تعقيد، كود هيجي لك هتدخل في تعقيد، لا مفيش تعقيد لحد دلوقتي. قال لي ممكن الطريقه الثالثه، النوتيفيكيشن اللي هيجي لك على الموبايل ابلكيشن اللي هو مايكروسوفت اوثنتيكيتور، هننزله مع بعض ونشتغله عملي ونتعرف عليه، تقلقوش. تمام، برنامج حضرتك هتنزله هيجي لك عليه اشعارات، صعبه يعني؟ هو نفس الكود اللي بيجي لك في اس ام اس، ولكن هيجي لك عن طريق الابلكيشن. وعلى فكره ابلكيشن بقى يعني كان اندرويد هتلاقي، اي او اس هتلاقي، اي نظام ويندوز فون هتلاقي، ما عندكش مشكله. طيب فيها تعقيد؟ ما فيش تعقيد. قال لي فيريفيكيشن كود فروم موبايل اب، ايه بقى ايه اللخبطه دي؟ ايه الفرق بين النوتيفيكيشن والفيريفيكيشن؟ يعني النوتيفيكيشن اشعارات، طب الفيريفيكيشن ترجمه بتاعتها، ترجمتها تأكيدات أو التحقق، يعني الفرق بين الإشعار والتحقق أو الإشعار والتأكيد. قال لي هنا في الحالة ديت
انت امورك ماشيه، عندك داتا على التليفون عندك، يعني عندك انترنت وعندك سيجنال خلاص. بينما هنا في حاله ان انت ما عندكش السيجنال تمام، او ما عندكش واي فاي، فهي هنا هتجيلك على شكل فيريفيكيشن، بيتحقق منك تمام من عمليه دخول، او بيتحقق من هويتك في ظل عدم وجود سيجنال او واي فاي او موبايل داتا. خلاص كده. يبقى اختصارا يا شباب اتكلمنا على الام اف اي، غطيناها من كل الجوانب وشفنا مميزاتها ايه لما اروح مع اجر، وبتطبقها عليا ايه بالاربع طرق تطبيق الخاصيه ديت. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هندخل على البورتال نشوف شكلها بتتعمل ازاي ونعملها مع بعض، و يعني نشوف الستيبس بتاعتها كده. فلحينها ان شاء الله اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.